السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من سلسله ملح وحلو. في هذه الحلقه هذه نقدم لكم برجر عملاق عائلي لذيذ جدا سهل التحضير. تابع معايا مراحل التحضير. ارجو الاشتراك في القناه بالضغط على الزر الاحمر ثم على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. بالنسبه للخبز ديال الهمبرغر غادي نحتاج 500 غرام ديال الدقيق، الدقيق الابيض. يمكن لكم تخلطوه نصو فورس نصو فينو، 100 غرام ديال الزبده، 20 غرام ديال الخميره، يمكن لكم تعوضوها ب 10 غرام ديال الخميره الفوريه، بيضه وحده كامله، معلقه صغيره ديال السكر سنيده، معلقه صغيره ديال الملح، 280 مليلتر ديال الحليب. غادي نعجن هاد العجينه بيدي اولا بالعجان، كل واحد راه كيعجن بالطريقه اللي كتوالمو. غادي ندير انا غادي ندير لي زانغريديون كلهم، غرام ديال الزبده نحاولو ندوبو، غادي ندير معلقه صغيره ديال السكر، معلقة صغيرة ديال الملح، وغادي نعجنهم مزيان. العجينة خاصها تعجن مزيان، من بعد ما تتعجن العجينة بحال هكا تجي بحال العجينة ديال البغيوش، غادي نزولها من لوبول. هذه هي العجينة ديالنا، كتجي بحال البغيوش. يمكن لي نتعاون بشوية ديال الدقيق، غادي نحاول نقسمها على 8 قطع متساوية. من الأحسن إلا كان عندكم ميزان وزنوهم بها باش يجيوكم كلهم قد قد. ناخذ كل طريف اللي نجمعو في الوسط بحال هكا، بحال هكا. غادي نديرهم في مول كيدخل الفران، انا عندي الغرض بهم يتنفخوا ويتلاصقوا مع بعضياتهم، داكشي علاش درتهم هكذا مزاحمين. اما الا بغيتيهم كل خبزه بوحدها تيخصو يكون واحد الفراغ كبير بيناتهم لانهم تيكبروا. غادي نخليهم تيخمروا ويضاعف الحجم ديالهم. من بعد ما تيخمروا لنا الخبيزات كناخذ بيضه كنطربها مع قطرات ديال الخل وتندهن بها الوجه ديالهم. غادي نرشهم شويه ديال البافو او الزنجلان او اي زريعه كانت عندنا، وغادي ندخلهم يطيبوا على 180 درجه. غادي ناخذ مقله فيها زيت الزيتون، نخليها تسخن مزيان ونضيف عليها بصله واحده مقطعه مربع صغار. من بعد ما كتشحر لنا البصله، الا كانت عندكم البصله حمراء وما بغاتش يتشحر لكم دغيا زيدوها واحد شويه ديال الماء وخليوها فيها باش كتهبط مزيان. انا غادي نضيف شويه واحد 3 حتى 4 المعالق كبار ديال المعدنوس، غادي نضيف شويه ديال الكمون، معلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر، شويه ديال الليزر، شويه ديال الملح، ثم غادي نضيف فيها الكفته تقريبا واحد 400 غرام ديال الكفته، وغادي نفرزها في المقلة، غادي نشحرها ونفرزها. بالنسبة للصوص غادي نحتاج واحد 5 ديال المعالق كبار ديال المايونيز. المايونيز بقلي وحضرتها في حلقة سابقة راها ساهلة، 3 ديال الفرماجات، عندي واحد 4 ولا 5 الحبات ديال الكورنيشون، هذا الخيار المخلل،
وعندي واحد جوج ديال بواغو اللي ما انا ما عنديش البواغو، غادي نستعمل هذه البصله هذه البيضه واحد جوج رويصات منها، وغادي نحتاج واحد المعلقه صغيره ديال لاموطات مع المايونيز. نزيد هذا الشيء، نزيد الفرماج، هاد البصيله هذه جوج رويصات ديال البصله، الكورنيشو، وغادي نطحنهم كاملين. هذا الخبيز ديالنا من بعد ما وجد خليته حتى برد مزيان، غادي نحاول نقطعو في النص. غادي ناخذ شويه ديال الزيت الزيتون، وغادي نحاول نديرها بحال هكا، غادي ندخلها للفران نار من الفوق منها باش تقليها شي شويه وتسخن، كذلك هاد الغطا ديالها ندير لها شويه ديال الزيت وندخلها للفران حتى هي تقليها شويه. من بعد ما خرجتها من الفران ناخذ هاد الصلصه هذه نحاول نطاليها عليه من فوق الصلصه، غادي ندير هذيك الكفته اللي صوبت، ومن فوق غادي ندير هذا الفرماج ديال الطوست، من فوق غادي نحاول ندير ورقات ديال الخس، نزيد شويه ديال الصلصه، غادي ناخذ هذا الجوج البدوي الهمبرغر ديالنا العملاق ها هو وجد. غادي نحطوه كتحطو العائله كلها وكل واحد كياخذ طريف ديالو بحال هكذا. كنتمنى هاد الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم، نتمنى انكم تجربوهم، الى عجبتكم حلقه اليوم ديروا جيم لفيديو وتشاركوا معايا في لاشين ديالي مالحلو اليوتيوب، في لاباج فيسبوك مالحلو، وبالصحه وراحه.